شان ده شلون تتخيلين شكلك من توصلين لعمر 60 او هاي المرحله؟ حيدر جاوبيني، شلون راح تتخيلين شكلك؟ شلون راح تكونين؟ شنو راح يبقى من شاهندة وشنو راح يتغير؟ ما اتخيل، ما اريد. ليش؟ تخافين من بينهم تقدمي بالعمر؟ تخافين من الكبر؟ ليش؟ ما اريد اكبر. بالعكس، يعني انه اكو انسان يجوز يحب هاي الفتره، او اكو اسباب اللي تخليش بينهم تتخافين من هاي الفتره؟ اي يعني شكلي حيتغير. شنو الاشياء تحبيها تبقى بشكلك؟ يعني احب اكبر بالعمر بس شكلي يبقى نفسي. يجوز يمكن يبقى. ليش خايف لهالدرجة؟ لا اتغير. اها، مثلا شلون تتخيلين يكون؟ يعني نفسي اني ما اكبر بعد. بس ليش تاثرت بالموضوع الكبر؟ هل درجة تخافين منه؟ يعني انت تدري اني ما احب، يعني حتى العيد ميلاد اكرهه. ما احب اكبر. ما ادري، من كنت صغيرة كنت اقول اني يبقى عمري 20 سنة وما اكبر بعد، فاني صار لي 5 سنين كل ما يصير عيد ميلادي عبالك ما اعرف ايش راح يصير. ما احب اكبر. ولهالدرجة لازم غالي الخوف من الكبر؟ اي ما اريد. يمكن راح تخلصين بعد عمليات تجميل حتى تحافظين. يعني مو بس الشكل، الروح هم تتغير. احنا نشوف هسه هواية ناس كبار بالعمر يمكن ما نفهم وجهة نظرهم، لانه اكو فرق جيليا ما نفهمهم. أني تلاقيني دائماً هاي الأعمار لا أتقرب منهم، أحاول أفهم. بس عندك خوف؟ إيه.